السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدي تيلي ماروك في حلقه جديده من برنامجكم سون فيلتر. اكيد مجموعه من الفنانين والمشاهير ما كيكونوش على الطبيعه ديالهم في غالب الاحيان، لكن اليوم حلقه خاصه ماشي بحال ديما. اليوم هي منشطه كبرنا معاها، المنشطه اللي شفناها في مجموعه من البرامج وفي مجموعه من القنوات. لما كنتكلموا على بشرى او لبيكا وبشرى، بشرى شرف ضيفتنا اليوم. بشرى مساء الخير. مساء الخير هشام، شكرا ليك، فرحانه بزاف انني حاضره معك هنا في هذا البرنامج وانا موجوده ياك سون فيلتر. سون فيلتر، اش اخبار الوليدات؟ الحمد لله. الوغ ما كنتكلم وليدات، ملي كنهضر على الوليدات انا كنقول الحمد لله، كنهضر على الوليدات كاملين المغرب كامل غير وليداتي انا، كنهضر على المغاربه كاملين، وليدات المغاربه كاملين واللي في المغرب واللي خارج المغرب. كنظن وكنتمنى ان شاء الله كلهم يكونوا بخير وعلى خير. اي دايوغ بشرى، المغاربه كاملين كبروا معاك، انا واحد منهم صراحه. اي صافي بليزير. كنت كتفرج شحال هذه. انا جو مغابيل كنت كنجي مع استاذ العشيه ضروري خصني نشوف بيكا بوشرى. طوب كرونو ديك الساعه. هذا باش تشبيكا بوشرى ما غنمشيش نوجد. شوف سبحان الله، داك ليميسيون سميتها توب كرونو ولكن بقى كلشي تيقول بوشرى وبيكا. مازال غنتكلموا على هذا الشيء كامل ونمشيو للفقره الاولى. بوشرى مشينا، يلا مشينا مشاهدينا الفقره الاولى. شكون انا؟ بشرى، شكون هي بشرى اللي معنا اليوم؟ انا كنظن اولا الا سولتك انا نفس السؤال واش غتعرف تجاوب. ما كنظنش كاين شي واحد اللي كيقدر يقول على نفسه اكزاكتومون شكون هو. الا جينا ناخذ انا براسي بيني وبين نفسي بلا ما تكون حاضر معايا وبلا ما نكون انا حاضر عليك في البرنامج ونشوف راسي في المرايا ونقول بشرى شكون انت، ما كنظنش غادي نعطي 100% ديال من الجواب اللي كيتسنى داك المرايا من الجواب ديالي. اللي بغيتي تقول شي حاجه؟ لا تفضل. تقول شي حاجه لان ما كنكونوش، ما كاينش شي واحد تيعرف راسو 100%، ولكن بصفه عامه نقدر نقول لك شي شويه كمام على راسي. انا انسانه اللي كيف تنقول بالفرنسيه فاسيل افيفغ، تلقائيه، كنقنع باي حاجه عندي، كنقنع بها وكنفرح بها الحمد لله. كنبغي بزاف الوليدات وكنبغي بزاف 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 الحيوانات وكندافع على الحيوانات من كل جهدي في الزنقه دائما. مازال معنا بشرى، شرف ضيفتنا مشاهدينا، وحنا مازالين معكم انتم اللي كتشاهدونا على قناتكم تيلي ماروك. نمشيو للفقره المواليه، تفكروا فيها بزمان. بشرى نشكرك يا مزمان شويه ياك. شوف اي واحد في برنامج كيكون كيصور كيقول له شي طريفه، اشنو هي الطريفه الزوينه اللي ما عمرك ما تنساها في شي برنامج طراتك؟ الوغ واحد النوبه كنت كنسجل ديك الساعات بونجور لي زونفون اللي كان كيدوز لحد الصباح، كانوا كيجيو عندي الوليدات الا عقلتي. الا كنتي مازال عاقل ديك الساعات. انا كنت كنصبح ناس ولكن كان طويل، كان كيبقى حتى 12 على عقلتي. وكانوا الوليدات صغار حاضرين معايا، وكان واحد النهار واحد الوليد صغير عنده داك 3 سنين جالس معايا في البلاطو كنسجلوا صافي كنصوروا، وانا كنت خليت الساك ديالي محطوط في قشليه من مورا الكاميرا. هو يجي هو ناض وقطع البلاطو كامل، البلاطو كان كبير، قطع البلاطو كامل وجا عندي، قال لي تاتي تاتي تاتي. قلت له وي شيري هكا، ويقول لي اتون، مشى يجري وجاب لي الساك ديالي جا عندي قال لي هاك هذا طون ساك، سي طون ساك. وقفنا التورناج وكله على ساك لان كان شافو مورا الكاميرا وجابوا لي ذاك الوليد الصغير. هذه ما عمري ما نساها لان يمكن اللي كنعاودها كتبان بوف، ولكن سيغ بلاس انا سا ماركي لان ذاك الوليد الصغير لوبسيرفاسيون حدا ان الساك ديالي منزل مورا الكاميرا وجا جابو ليا. انا نمشي معاك بير، واحد النهار كنتي كتصوري واحد البرنامج في القناه الثانيه وكانت معك سناء قدميري. تحيه ليها بالمناسبه. هي تحيه ليها، نتمنى تكون بخير وعلى خير. اشنو غيطرى لكم؟ واحد دبانه وشنو كنتي حاضره؟ لا هذه بيتيزي. لا حنا كنقلبوا. وهذا هو الاعداد للبرنامج. برافو عليك. دونك واحد دبانه. لا 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 شحال ضحكت ذاك النهار، سي فغي فكرتيني في هذاك النهار. الوغ عاودي لينا. الوغ هذاك النهار كان دائما البرنامج بونجور لي زونفون، وكان برنامج خاص لان كان ليله 27.
لا ماشي 27 كان كنظن اليوم العالمي للطفل. كانوا حاضروا معنا بزاف حاضرين معنا بزاف الوليدات، وهي كانت هي حضرات معايا استقبلتها في البرنامج. هي كان هذيك ساعات برنامج اخر وحنا كنا كنهضروا واحد الساعه المخرج قال لنا ستوب، لا بلاتي ستوب اون اريت، دابا غتوقفوا هكا غتجلسوا هكا مونتاج بور لو مونتاج غادي تشوفوا غتبقاو هكا فاس 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 لينا لوت وخصكم تبقاو تشوفوا. جات في حنا في الاول كنا متبتعين بعقلنا وغادي نكملوا، فوالا جات 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 تبانا وقفنا ما بقاش بغا يطلقنا. راك ما عرفتش واش ديجا وقعت لك داك الفويغ داك الموت ديال الضحك، ما بقاش بغات تطلقنا نهائيا. انا كنشوف فيها الى 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 انا شديت راسي ووقفت من الضحك، هي كتضحك كضحكات هي نعاود نضحك انا اللي كل ساعات كنحبسو وتنقولوا له صافي باردون باردون المخرج باردون سي المخرج باردون صافي. هذه الاخره ديما كنتكلموا ولا كنهضروا على ايام زمان. طفولتك كانت زوينه يعني سعيده تعيسه؟ فين دوزتي الطفوله ديالك؟ الذكريات ديالك مع الدرب اللي عشتي فيه؟ واش عندك شي صاحبتك اليوم مازالها كتعقلي عليها؟ الحمد لله الحمد لله ذكريات زوينه عندي انا ملي كنت صغيره، الحمد لله طفوله هادئه وكنت انا ظريفه بزاف، كنت فريمون كيف تنقولوا درويشه. كنسمع الكلام وهذا ماشي باش نشكر راسي، ولكن واخا كنا ذاك الوقيتة الحاجة اللي ما بقاتش دابا، كنا كنخرجوا كنلعبوا في الدرب ديالنا. كنت انا وخويا الصغير وواحد جوج جيراننا تنتلاقاو دائما وتلعبوا في الدرب ديالنا، وكان كان الامان. تنلعبوا تندخلوا تنتغداو تنتعشاو عاد نخرجوا حتى في الليل في رمضان نخرجوا مور الفطور. في هذه الفقره بشرى لما كنتكلموا على الوليدات والزواج والدار، واش انت في نظرك الزواج عن حب كان ومازال؟ هو الحب دائما غادي يكون مازال، ما يمكنش نقولوا كان شحال هادي الزواج على الحب وكان الحب شحال هادي ودابا ما بقاش الحب، الحب دائما كاين. غير كان بحالي انا عارفه ان مع الاسف بزاف الازواج كيتفرقوا مع بعضهم لمده شهر ديال الزواج، بعد نوبات كتلقى جوج سيمانات تفارقوا شهرين تفارقوا. ماشي معنيتها ما كانوش كيبغيو بعضياتهم قبل ما يتزوجوا، ولكن ما عرفتش واش المجتمع ديالنا هو اللي ما بقاش معاونهم، واش لي ريزو سوسيو، واش الوالدين ديالهم اللي داخلينهم في حياتهم اللي ما تيعاونوهمش. لان انا عندي واحد النصيحه الا كان ممكنه هشام اللي نقدر كنعطيها دائما لاي شاب واي شابه، تنقول لهم الله يخليكم ملي تزوجوا ويكون شي مشكل اي الواحد اي واحد اللي كيكونوا ازواج راه المشاكل تيكون ما بين الخوت ما بين العائلات، حيت ذاك الازواج اللي ما كبرش مع بعضهم ما عندهمش نفس التربيه خداوها ما عندهمش نفس لو كاركتير اكسيتيرا، تنقول لهم ملي يوقع شي مشكل ما عمر المشكل ما يمشي تحت. بحال دابا نقولوا انا مثلا انا وقع لي انا مشكل انا مع راجلي، غادي نمشي نبكي عند ماما وغادي نقول لها عرفتي ودالي واخا ما يكونش شي حاجه زعما صعيبه وضربني. الا من بعد نتوما كتصالحوا لان حنا من بعد كنتصالحوا وكل شيء كيمشي مزيان وامور كتمشي مزيانه، وكتبقى الام ولا الاب كيبقى دائما في عقله بنتي ولا ولدي ذاك النهار تعدى عليه تعدى عليها راجلها او لا ولدي مسيكن مراته مسمومه شنو دارت له شنو فعلت له، وكيوليو المشاكل على والو. اللهم الواحد كي ما بين الازواج دائما تكون المشاكل ما بين الازواج ما عمر شي واحد يمكن له يفهمهم. تبقى دائما ما بين الزوجين. بشرى تزوجتي عن حب؟ وي حب كبير الحمد لله. شوف انا ما غاديش نتكلم على راجلك شكون راجلك كنتحفظ بيان سور، لانك انت في البدايه ديال البرنامج ما بغيتيش تكلمي على هذا السؤال اللي كيسولوا لك المغاربه سنوات والكل كيطرح السؤال. ولكن سؤالي زعما الى قبلتي كيفاش تلاقيتي براجلك؟ راجلي تلاقيت به على طريقه العائله ديالو. كان ولد عمته ومرات ولد عمته صحابي انا، الكوبل ولد عمته ومراته صحابي انايا، و
دائما كنشوفو هما عندهم ديجا وليداتهم، انا ديك الساعه مازال ما مجوجاش، ولكن هما ديجا ان كوبل عندهم جوج وليدات. من بعد راجلي ولد حبيبو جا عنده من الدار وهذا وتعرفنا وتلاقينا، شافك في ستوري ديال بصح، ستوري ديال بصح، ستوري بلا فيلتر. مرحبا بك ابو شرا، الله يبارك فيك. مازالين معاك وانت مازال اكيد ضيفتنا، وحتى نتوما مشاهدينا في برنامجكم سون فيلتر مواصلين معكم. نمشيو للفقره المواليه، سؤال جواب. على ذاك الابتسامة كاين واحد البيرسوناج اللي عندنا في المغرب اللي كان يعيشوا معاه ولا كبرنا معاه، هو البهلواني او الكلون. اليوم بصراحة انا عندي عارف ان عندك علاقة مع لي كلون، انك بحكم العمل ديالك بحكم ماشي مع لي كلون، كلون واحد كلون واحد واخا بحكم العمل ديالك مع الوليدات دونك كتلاقى مع البهلواني، ما كتشوفيش ان اليوم في المغرب البهلواني واحد الفنان لانه شوف هو اللي كيعطي بزاف للطفل، هو اللي كيتصرف حدا الطفل كيف ما بغى، وهو فن صعيب بزاف. اليوم واش ما كتشوفيش ان البهلواني في المغرب محقور؟ كنظن انا اولا تحيه لجميع الفنانين وجميع الفنانين اللي كيعملوا في ميدان الطفل، انا ماشي سهله لان يمكن لك تقول انا سهله باش الواحد يضحك وليد صغير. بالحق ما يمكنناش نضحكوا على نضحكوا على الوليد، يمكن نضحكوا ولكن ماشي باش نضحكوا عليه. لي كلون بحال الوليدات تلمو دابا تطوروا، ولو عارفين ان ان كلون تيقول لك ان كلون داير الماكياج داير لو ني داير هذيك على حسب التربيه ديال الوليدات. وكاين عاوتاني انواع وانواع ديال لي كلون، كاين لي كلون اللي غادي يحترموا هاد المهنه وغادي يعرفوا ان الدور ديالهم هو انهم يوصلوا واحد، كنشوفوا دايوغ لي كلون كيمشيو للمستشفيات باش يجيبوا التحت الوليدات اكسيتيرا. كاين دي كلون اللي غادي يعرفوا انهم خصو الدور ديالهم انه يوصلوا الضحكه للوليدات ويفرحوهم، وكاين دي كلون مع الاسف اللي هو غير يدير المهنه ديالو وغادي يبغي يضحك داك الوليدات، بحال غادي ينسى راسو في واحد الوقيته اللي غادي يحسب راسو غادي ينسى انه هو كلون وكاين خصو يخرج بصفه عامه على الشخصيه ديالو، وكتلقاه بحال دابا مشعل كارو وتيكمي حيت لابوز عنده تيكمي، اولا محيد لابيريك ديالو حاطها وجالس تيهضر عادي ودايز ان انفون. ما يمكنش انا بحال دابا جي جامي اكسبتي، ما يمكنش ملي كنت كنشوف بحال دابا عندنا في دي سبيكتاك كيبانوا لي دي كلون، واحد محيد هذا ولا اون ماسكوت، واحد محيد لا تيت ديال لا ماسكوت ديالو، ما يمكنش سي امبوسيبل، لان بحال اللي كتحطم داك الحلم ديال داك الوليد اللي كان كيشوفك ان كلون. وان كلون سي تيلمون جونتي وتيلمون ريغولو، وكتجي كتشوف فيه شي صفه واحده اخرى. انا بالنسبه لي هذه نصيحه من عندي للناس اللي كيخدموا في هذا الميدان، يجتنبوا اي حاجه يمكن لها تحطم الحلم ديال داك الاطفال اللي كيتوجهوا ليهم. هو هنا السؤال الجانب المادي، كنشوفوا كلون في المغرب كيمشي كيخدم كيلبس كيديغيزي. دايوغ انا خدمت كلون، دونك هذه الناس اللي ما عمرهم عرفوها، انا كنت خدمت كلون شحال هذه، كياخذ 200 درهم او 100 درهم او 300 درهم او 500 درهم، واش كتشوف ان هاد الفلوس ولا هاد ممكن يعيش بها هاد الكلون؟ لا بطبيعه الحال ما يمكنش هشام، لان هو راه فنان كيف قلتي، الكلون هو فنان، اي فنان تيخصو نعطيه الاعتبار ديالو، لان الفن ما عندوش واحد القيمه ماديه مهما كل واحد، ما كناش نقولوا الكلون غادي تخلص اوطون، ما يمكنش كل واحد شنو كيجيب لك، شنو كيعطيك، شنو المسرحيه اللي موجد، شنو لو سبيكتاكل ديالو اكسيتيرا. وانا كنظن هذا الشيء خصنا نوجهوه، هذا السؤال خصو يتوجه اكثر لوزاره الثقافه باش يحاولوا يشوفوا لو ستاتيو ديال الفنانين بحال اللي كلون عندنا في المغرب. ولان الا طلعنا ماشي لي سالير ولكن لي كاشي ديالهم، حتى هما غادي هذاك الشيء غادي يعاونهم
يحسنوا بزاف الحوايج فيهم ويتطوروا ويزيدوا القدام ويطوروا الفن ديالهم كثار او يقراوا الفن ديال الكلون او حتى البدله ديالهم تكون زوينه ويكونوا لي اكسسوار زوينين. دونك اي حاجه زدتي فيها الفلوس الا كانت زادت وكانت زادت. نعم. وبالمناسبه غادي نشير اخر واحد النقطه بحكم يعني علاقتي مع الطفل ودرت مجموعه من 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 من, من, من حفلات ديال الطفل. كنظن كاين مشكله بشرى عند الكلون في المغرب وهما ما كيلقاوش داك البدال البيسات يعني الا ما مشاوش عيطوا شي واحد جاب لهم دوله اخرى كيلقاو مشكل كبير وربما حتى المسؤوليه ديال الوزاره الوصيه على القطاع باش انها تتابع هذه القضيه هذه. واخا بشرى نمشيو دائما واصلوا وحنتي تبارك الله عليك برامجك كانوا ناجحين لكن واحد شويه بشرى مشات اختفات. شكون كان السبب في ابتعاد بشرى على التلفزيون؟ اخر البرنامج اللي كنت قدمت في دوزام هو عالم فريد. من موراها حيت عالم فريد هو ان كونسيبت مشري من فرانس 5. داكو. هو ماشي اعداد وتنسيق ديال دوزام. كان الكونسيبت كامل من فرانس 5. دونك ملي داك الكونطرا ديال دوزام مع فرانس 5 توقف كانوا عاد خصهم يجدوا من جديد عاوتاني لو كونطرا. ما عاودوش جدوه بداو تيفكروا تيقولوا غنخصنا نديروا برنامج واحد اخر نديروا حاجه واحده اخرى بور لانستون غنوقفوا حتى نشوفوا شنو غادي نديروا. من موراها ما بقى دارت حتى شي حاجه دونك وكنظن القنوات ديالنا مع الاسف ما بقاتش كتعطي الاهتمام الكبير اللي كانت كتعطيه شحال هذه للطفل. شحال هذه كانوا برامج ثقافيه برامج ترفيهيه مسابقات كتجي الصيف كتجي مسابقه ديال الصيف. هل هذيك هذه القضيه بشرى انت كنتي خدامه في القناه الثانيه اون فريلانس وخدمتي مع شركه انتاج مجموعه من البرامج ولكن كنتي خرجتي بواحد التصريح على المدير السابق للقناه الثانيه وقلتي انه ما بغيش النجاح ولا شي حاجه بحال هكا للقناه. بشرى انا القصه كلها عندي وفي راسي كلشي في راسو ماشي بغيت اليوم توضحي لنا هذه النقطه في البرنامج سون فيلتر وينك تكلمي تقولي ايه ها شنو طرا ليا وها علاش ما تجددش العقد ديالي مع القناه الثانيه. ديك الساعات هاد العقد ديالي انا مع القناه الثانيه كان عنده علاقه بعالم فريد. عالم فريد توقفات اذا ما بقاش حتى انا ما بقاش عندي العقد لان اون فريلانس ما عنديش كاين برنامج كاينه انا ما كاينش برنامج ما كايناش انا. وملي كنت طالبت بالحقوق ديالي وقلت ما يمكنش البرنامج يتوقف هكا انا مستعده ماشي ما كاينش الافكار راه كلشي كنت كنديرو ماشي كنت غير مقدمه كنت مقدمه ولكن واخا ما كنتش منتجه في العقد اللي عندي ولكن حتى الانتاج ماشي بالماده ولكن الانتاج الاعداد كلشي كنت كنديرو الاكسسوار ديال البرنامج انا كنمشي نجيبهم انا اللي كنجيبهم عندي كنشريهم الا كنت سافر على برا ولقيت شي حاجه اللي تصلح ليا في البرنامج ديالي كنجيبها معايا كنقول هذه مزيانه ما غاديش نلقاها في المغرب ناخذها لان غادي تزيدني شي حاجه في البرنامج ديالي. دونك ما خداوش بعين الاعتبار هذا الشيء كله والبرنامج توقف وكنت انا براسي كنت توقفت واحد النهار كنت داخله للبرنامج قال لي ما بقاش العقد ديالك تقاد العقد وتقاد البرنامج. دونك هنا باش بدا شويه حبسوك في الباب اكزاكتومون. وهنا ديك الساعه كان المدير بن علي كنظن ديك الساعات بن علي وهنا فين بدا شويه وغادي الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير وتحيه الله يذكره بالخير وتحيه بالخير لان كنت من بعد شفته من مورا هذا الشيء كنت تلاقيته وكان اتصل بيا حيت كان واحد الوقت مدير الام بي سي 5 هنا في المغرب. كنا تلاقينا وكنا هضرنا على بزاف الحوايج منهم الحوايج اللي دازو وصافي كان ولكن كنظن ما بقاش معاهم او لا ما عرفتش شنو بقى اكزاكتومون جو سي با لا فيريتي. نعم. اليوم واش كتشوفي الاعلام يقدر ياثر على الوليدات الصغار سلبيا الاعلام اليوم اللي وصلنا ليه؟ الاعلام ماشي ديال التلفازه الاعلام بصفه عامه بصفه عامه مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل معلوم بطبيعه الحال ولكن هي في الحقيقه كيأثر عليه بزاف ولكن كل شيء
ما بين الدين الوالدين ديال الوليدات. الا كانوا الوالدين طالقين وليداتهم اللعب كيف تنقولوا، خليهم كيتفرجوا في اللي كانوا عندهم التليفونات، عنده 7 سنين 6 سنين عنده ديجا التليفون ديالو، هذا من طبيعه الحال غادي ياثر عليه، لان ما غاديش يعرف داك الوليد شنو يصالح ليه شنو اللي ما صالحش. دونك كلشي ما بين يدينا، حنا الوالدين حنا اللي يمكننا نتحكموا في هذا الشيء. مالوغوزمون ديجيتال ما يمكنناش نوقفوه. وكاين الايجابي في الديجيتال، كاين بزاف الحوايج اللي ايجابيه في الديجيتال اللي يمكن الوليدات يتفرجوا فيها ويستافدوا منها. غير وكان خاصنا نعرفوا نميزوا ما بين الخايب والمزيان، كيفاش نتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي. بشرى، شكون هما الاعلاميين اللي فاش دخلتي القناه الثانيه لقيتيهم هما مازالين صغار؟ لقيتهم مازالين صغار زعما ماشي دابا، يعني شحال كانوا مازال صغار؟ كنتو كاملين مازال صغار وديتو اونصومبل؟ اللي كنا بدينا اونصومبل ديك الساعات مغير سنه اقدميه. سنه اقدميه جيت انا لقيتها في دوزام، كانت ديجا هي قبل مني. شكون اللي كان معايا؟ وبقى كانت ليلى الشواي، كانت سميره بلوي، شكون اخر كان مازال؟ كانت شوميشه ديك الساعات، شوميشه حتى هي كنا تقريبا في نفس السن ديك الساعات. شكون اخر؟ ديك الساعه هشام مسرار ورشيد مازال ما كاينينش. هشام مسرار ورشيد ملي جيت دخلت انا كانوا مازال ما كاينينش. عاد جاو ملي وصلنا للعالم فريد، هما كانوا كيديروا واحد الوقيته قبل بدا عالم فريد، كانوا كيديروا هما اللي كاميرا كاشي في دوزام، ومن بعد كانوا معايا في البرنامج بجوج بهم، هشام مسرار ورشيد. وعماد نتيفي؟ عماد نتيفي حتى هو كان، سي حتى هو كان ديك الساعات في دوزام. وادي عداده كان جا من شويه من بعد، شويه من بعد عاد جا هو. شكون اخر في بونجور لي زون؟ المهم تحيه لهم كاملين، تحيه للاعلاميين كاملين. توحشناهم. كان مصطفى بوعزاوي ولكن مشى ما بقاش في دوزام. اليوم بشرى، اي واحد ممكن نشوفوه كيقدم برنامج تلفزيوني اللي كيسموه بوجه مالوف اليوم، انت مع او ضد القضيه؟ انا معه صراحه، ماشي ضدها، ماشي ضد الفكره نهائيا. ماشي ما بالنسبه لي، ماشي ولا بد يكون متخرج من معهد الصحافه ولا معهد السينما الى غير ذلك باش يقدم برنامج. حيت كاين، كنت عاد كنهضر على هذا الشيء سبحان الله البارح مع واحد السيد كنت لقيته. كاين الناس اللي عندهم الدكتوراه في الميدان بحال دابا في الاعلام، ولكن ملي غتحطو قدام الكاميرا ولا غتعطيه برنامج، سبحان الله ما غاديش تكون عنده داك القبول وداك الموهبه، ما غتبانش. وكاين اللي ما قاريش بزاف ولا غير تيبغي هاد الميدان ملي هو صغير، وسبحان الله العظيم كينجح فيه وكيكون عنده قبول بزاف. وكنظن القبول هو اكثر حاجه مهمه في الاعلام، هو القبول، ان الواحد يكون مقبول عند المشاهدين ديالو. بيان سور من طبيعه الحال لو كونتوني لو كونسيبت اكسيتيرا، ولكن القبول مهم بزاف باش ما يكونش واحد ثقيل على القلب كيف تنقولوا. الوغ بشرى، ما نتكلموش على بشرى اليوم لانيماتريس او المقدمه ديال البرامج، غنتكلموا على بشرى الممثله. شفنا في 2003 في فيلم مع محمد عبد الرحمن التازي، وتحيه ليه بالمناسبه. عبد الرحمن التازي، كيفاش جات التجربه؟ عاودي لنا شويه. هاد التجربة ماشي أول تجربة ليا، كانت عندي تجربة قبل منها مع محمد إسماعيل في أوشتام، الله يرحمه محمد إسماعيل، الله يرحمه ويوسع عليه. وكان عندي دور دوزيام غول فيمينا في الفيلم ديالو. من موراها اقترح عليا محمد عبد الرحمن التازي، ديك الساعات هو مدير الإنتاج في دوزيام، واقترح عليا دور مهم بزاف في جارات ابي موسى، وكان شرف ليا كبير وفرحت بزاف. والصراحه كانت اجواء ديال التسجيل رائعه. جوستومون بشرى، الابتعاد ديالك على هذه القضيه ديال السينما والتلفزيون، شوف انا سون فيلتر قبيله قلتي لي صراحه ندمت لانني بعدت على التمثيل. علاش بعدتي على التمثيل؟ هي ندمت، ولكن ندمت دابا، ولكن ما ندماش على داكشي اللي على القرار اللي كنت خديت ديك الساعات ديك الوقيته. علاش كنت بعت على التمثيل؟ لان كانوا جاوني مورا جارات ابي موسى،
دي بروبوزيسيون في لي فيلم. ملي كنت كنقرا السيناريو مثلا، نعطيك غير مثال واحد، جاني ان سيناريو الدور ديالي فام ليبيري، كنقرا وصلت واحد البلاصه كنقرا انني كنلعب بالبياخ في واحد بحال ان بار، وعندي ان فير دو ويسكي. مشيت عند المخرج وقلت له اسمح لي بزاف اسي المخرج، ولكن ما غاديش يمكن لي نقبل هذا الدور، شكرا بزاف ولكن ما غاديش يمكن لي. قال لي علاش؟ قلت له ان الويسكي وبار وهذا، ويقول لي لا ماشي مشكل. قال لي غادي نديروا لك بلا ما نذكروا شكون مخرج كبير. قلت له قال لي غنديروا لك غنديروا لك هو الدور كيبقى دور بالضبط، هو الدور كيبقى دور. قال لي نديروا لك يا سي فري غنديروا لك شي شويه اتاي وداك الشيء، ماشي لا بغا يديروا لك الويسكي. قلت له ما فهمتينيش، واخا نكون انا نفرضوا دابا انا كنشرب الويسكي صباح وعشيه، ما غاديش يمكن لي نشرب داك المبين انني كنشرب الويسكي، لان الجمهور ديالي كيتكون من الوليدات الصغار. كنت كندير قلت له برنامج كيتوجه للكبار افيك غران بليزير، افيك غران بليزير، لان سا ريست دو سينما. راه حنا غير كنديروا ان دو تخوا سا تورن، ومن بعد كترجع بشره العاديه، ولكن الوليدات الصغار اللي كيتفرجوا انك انا الدور ديالي كنعطيهم النصائح، والدور ديالي هو انني نوريهم الطريق المستقيم، ونجي انا ندير شي دور هكايا مالوغوزمون ما يمكنليش. سي تري دوماج، ولكن هادي شحال هادي يعني فاش كانوا الوليدات الصغار اللي اليوم كبروا، دابا الا جاك هاد الدور دابا الا جاني هاد الدور نقبلوا بيان سور. ما غادي كاين حدود، عاوتاني ما غاديش نقبل الادوار كامله، كاين حدود، ولكن غادي يمكن نقبلوا لان دور ماشي 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 صفه، هي دور، والناس اللي كيتفرجوا راه عارفين السينما، نوبه كتكون مشاغب، نوبه كتكون بوليسي، نوبه كتكون قتال، نوبه كتكون مظلوم، كل نوبه شنو كان. وهاد النوبه غادي نمشيو انا وياك بشرى ونمشيو نوصلوا معكم حتى انتم مشاهدي تيلي ماروك لفقره لاكتواليتي. لاكتواليتي هاد الفقره بشرى دائما كنتكلموا على موضوع اللي كيكون قريب لضيفنا. اليوم بغيت نتكلم معك على موضوع ديال غياب ولا ندرت برامج الاطفال في المغرب. السبب في نظرك واش راجع لان الاطفال ما بقاوش داك الاطفال اللي كانوا شحال هادي وكيتفرجوا في برامج الاطفال، اولا الغياب ديال المستشهرين لي سبونسور اللي كيمشيو لبرامج الاطفال اليوم ما بقاوش؟ اش غنقول لك، صعيب باش نلقى الجواب الصحيح في هذا السؤال، لان كاين بزاف، كنظن كاين بزاف الدوافع. كاين الدافع الاول هو مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات عندها واحد واحد لابار دو مارشي مهمه بزاف عند لي سبونسور جوستومون، ولاو كيديروا واحد البودجي كبير كيخصوه لي ريزو سوسيو. سكي فيك اي حاجه في التلفازه كانت القيمه ديالها شحال هادي كبيره، حق دابا نقصات. مازال كاين لي سبونسور اللي كيقلبوا على البرامج، بالحق نقصات، ما بقاتش بشحال هادي. هادي اول حاجه. ثاني حاجه حتى الوليدات، ما بقاوش كيجلسوا وكيتفرجوا في التلفازه. كتلقى كلشي عنده، كلشي قابض التليفون، اذا حتى هو غادي يقلب على برنامج ولا على ان ديسانيمي في التليفون. حتى داك الوليدات الصغيرين اللي مازالين ما كيعرفوش يمشيو في التليفون بوحدهم، لي بارون هما بنفسهم كيتاخذ لا تابليت او لا تليفون ديالها كتقلب في يوتيوب على رسوم متحركه اللي صالحه ومزيانه وكتعطيها له. دونك مع الاسف هذا الشيء اثر علينا حنا في الاعلام، كنهضر على المغرب. مازال كاين كيحاولوا، بالحق ماشي بحال العدد ديال البرامج اللي كانت حادي موجهه للطفل، واللي كانت موجهه للطفل المغربي. لان يمكن لك تلقى ايفيكتيفمون برامج صالحه في لي ريزو سوسيو ولا في قنوات اخرى اللي موجهه للطفل ومزيانه. بالحق شحال هذه كنا كان دائما كناخذوا بعين الاعتبار العادات والتقاليد ديالنا، وكنا كنهضروا على الشوارع ديالنا، شنو كيوقع فيها، كنا كنهضروا على المدارس ديالنا، الاعياد ديالنا، رمضان. دونك هادشي كامل افتقدناه، وانتم كبرتوا معاه. كنظن هادشي كنا دوزتوه معنا، وكنا دائما المواضيع ديالنا حول، دائما كنحاولوا ناخذوا الطفل المغربي شنو كيعيش في المدرسه، الطفل المغربي شنو كيعيش في قلب الدار مع العائله، مع خالته، مع عمته، مع الجيران. هادشي كلشي مواضيع كنا كنشيروا ليها في البرامج. وعلاش لا بشرى ان شاء الله نديروا شي برنامج انا وياك ان شاء الله. يلا جو. يلا مع اونتي ستريس. مرحبا، مازال معنا بشرى، شرف اكيد ضيفتنا مشاهدي تيلي ماروك. ونمشيو لاخر فقره من البرنامج اللي غلب يعرف.
اللي غلب يعف بشرى فقره باينه اللي غلب يعف اللي غلب يعف هذه واحد المثله مغربيه كنا كنقولوها كتقولوها صافي اللي غلب يعف الله يسامح بشرى اليوم مسامح كريم مثلا اليوم بشرى بغيناك بكل جراه سون فيلتر تقول لنا شخص ضرك في حياتك وقبلت الكاميرا ديالك كتقول ليه سير ودي انا كنسمح لك الله يسامح غادي تضحك عليا الا قلت لك امبوسيبل امبوسيبل نلقى لك شي شخص وبصراحه ماشي بحيت ما باغاش نقول لان هادي فيا انا كننسى كننسى شي حاجه قبيحه درت فيا مثلا تنساها والحمد لله لا فيريتي كنفضل ننسى ما نبقى مفكراها وحاقده وبعنوبات كتوقع لي كنكون كتمشي في العائله دائما كاين شي واحد كتكون معاه شي حاجه ولا عارف داك الشيء العائله هذا خالتك هذا عمتك هذا عمك وكتوصل وكتسلم وكاين شي واحد اخر تيقول لك سلمتي عليه وعقلتي وهذيك عمته وهذا ومشات هضرات ماماك ولا باباك ولا هذا تنقول له اه سي فري والله العظيم ايوا صافي سي با غ قلبك بيض تنسى الحمد لله قلبي بيض دونك بصراحه سانسيرمون ماشي حيت ما بغيتش نجاوبك هشام بالحق والله العظيم الا ما عندي في بالي حتى شي سميه لا سميه ديال الولد لا سميه ديال البنت نهائيا الحمد لله وصلنا نهايه الحلقه ونخليك انت تقولي للناس بعدا بسلامه فوالا شكرا لكم شكرا اللي استحملتوني شكرا لحضوركم معنا على تيلي ماروك في برنامج سون فيلتر نتمنى على الله ان شاء الله نلتقي بكم خليكم في تيلي ماروك ما تزابيوش وغادي نلتقي بكم ان شاء الله قريب وشكرا لك هشام شكرا اللي قبلتي الدعوه ديالي الشرف ليا في اي وقت الشرف ليا بك في تيلي ماروك الشرف ليا بشرى شكرا لكم حتى انتم مشاهدي قناه تيلي ماروك اكيد الفضائيه شكرا لكل الناس اللي كيساندونا اللي كيتابعونا وشكرا على لي بارطاج ديالكم وبالمناسبه سعيد بزاف كاين الحلقه اللي فاتت 2 مليون ديال المشاهده شكرا لفريق العمل الفريق التقني فريق الاعداد والاداره شكرا لكم هشام هذا على تيلي ماروك كالعاده كيحييكم وبسلام عليكم